أنا شايفة إن معظم حالات الانفصال معظمها خيانة وطلاق بسبب الخيانة، خلاص؟ وبلاقي النص التاني غريب قوي يا جهاد، والله أنا مش قادرة أفهمه. عملت عليه حلقات بس أنا عايزة أفهم. الراجل تلاقيه اللي هو التوكسيك ده، أو الراجل المؤذي اللي هو معايش حياته في جحيم وطول الوقت خيانة وطول الوقت بيسيبها وطول الوقت مع أصحابه وممكن يسافر ويجي، يعني دي كأنها قطعة أساس محطوطة في البيت. الغريب بقى ان الراجل ده بتلاقيه قاعد كده حوالينا مثلا وسط اصحابه والناس بيتباهى انه عنده زوجه ما بتتكلمش معاه في اي حاجه، وقد ايه غلبانه وقد ايه طيبه وقد ايه هي بتعدي حاجات ما فيش ست تانيه تعديها. فهل هو اصلا كده عنده مشكله نفسيه، ولا هي اللي ضحيه وبيقنع نفسه ان دي احسن واحده في الكون؟ يعني انا مش فاهمه حاجه. هو مختارها التركيبه دي جايه ازاي؟ هي التركيبه دي دايما موجوده. يعني دايما النوع ده من الرجاله بيبقى عايز واحده هو عارف ان اخرها في الخناقه ان هي هتزعل يومين وخلاص هتهدى. تمام. هو بيبقى عايز النوع ده، شايف ان دي تنفع زوجه. ولما يجي يحب ما بيحبهاش هي، بيحب واحده تانية تطلع عينه. بس دي ما يتجوزهاش. وهي راضيه ان هي تكون جزء من المنظومه دي. يعني هي مش ضحيه 100%، هي ضحيه اوكي، لا مش ضحيه 100%، ما مزاجها اعتقد. هي قابله ده ممكن قصاد الاستقرار، قصاد ان هو مميز في حاجه، بس هي راضيه بالتركيبه اللي هي عايشاها دي. طيب تعالي نطلع بقى نشوف رأي الشارع. كاميرا يحكى أن نزلت الشارع وعرفت من الناس إيه رأيهم في المصطلحات الجديدة اللي احنا بنسمعها اليومين دول. نروح للتقرير ونرجع للاستوديو تاني. العلاقة التوكسيك بتبقى حاجة زي حاجة unhealthy كده، بتستنفس كل الطاقة اللي عندك، يعني ما بتبقاش حاجة صحية ليك. هو شخص أناني، مش بيبص غير لمصلحته بس، بيعظم في نفسه دايما، حد اناني بيفكر في نفسه بس كده، فيعني حد اصلا مش شايف اللي قدامه وعايز يستغله باي طريقه. علاقه توكسيك يعني علاقه ريد فلاج، فيها طرف مش سالك او بيرزع على التاني، اللي هو الراجل بيبقى مسيطر، ده اللي هو روحتي ايه خارجه مع مين، انما ساعه الجد ان هو مش بينفذ اي حاجه. بشوف ان الشخص التوكسيك ده هو الشخص اللي بيستنفذ كل طاقتي، وانا بطلع من العلاقه انا كمان توكسيك. يعني انا ما عنديش طاقه خالص ان انا اتعامل لا مع نفسي ولا مع الاشخاص التانية، بالتالي هو بيخليني اصلا يعني بيبدا يشككني انا في نفسي. اناني سلبي، بيحب نفسه، كلمته هي اللي ماشيه والطرف التاني ما فيش وجود ليه خالص. انه اللي بيحب يفرض شخصيته، دايما بيحب نفسه كل حاجه ليه. هو بيبقى يعني انهاك للنفسيه، بيبقى استنزاف للنفس والطاقه وكل حاجه. الريد فلاج دي مفروض حاجة وحشة ليك، حاجة بتستنفذك. الجرين فلاج بتبقى شخصية يعني علاقة هيلثي ما فيهاش حاجات وحشة. الريد فلاج ان هو لما بيبقى فيه حاجة باينة في الشخص من الأول والناس بتتغاضى عنها، يعني حد بخيل، حد مثلا كذاب جدا، وبيبقى الريد فلاج ده بيبقى واضح جدا. الريد فلاج بشوف ان هم الناس اللي مش بيتكلموا، اللي مش بيطلعوا كل اللي جواهم، ما بيبقوش صريحين قصاد بعض. ريد فلاج ده اللي هو الشخص السلبي. ريد فلاج بيبقى حاجة بشعة، بجد حاجة بشعة، بلاير وكذاب وخاين، كل حاجة بشعة. جرين فلاج بقى ده بيبقى جود بوي شوية، بقى طيب ومشي جنب الحيطة، بقى بيسمع كلام ماما وبابا. مفيش الكلام ده صراحة، قليل قوي لما بتلاقي حاجة زي دي. الأغلبية اللي هي الأناني اللي بيحب نفسه بيحب مصلحته، عشان تلاقي العلاقة التانية دي قليل جدا. انا اكتر جمله عجبتني ان الشخصيه التوكسيك لما بتدخل حياتي بتقلب انا بعد فتره بقى توكسيك، ولا عندي ثقه بنفسي ولا عندي ثقه بالناس، وببقى مريضه نفسيا زيه.